لكم على الواتس، عند الواتس العنوان هذا ولا تسحب، او ترسلينا على ابو فهد، يا عندي الواتس على السناب ولا عند ابو فهد. بس اللي فاز معنا اماني، اول واحده جابتها اماني العنزي. المقص كل جاب المقص، لكن مقص الاظافير اماني العنزي. طيب تبي اقول اللغز الثاني؟ يلا عطنا اللغز. رحت هذه ابو عبد ابو حاتم، هذه انت بتعرفها على طول اكيد. بس انت البشر، انت اللغز، اسالك ركز تراه، انت الجائزه لك والفوز يستاهله من قال نت. يا سلام. انت البشر، انت اللغز، اسالك ركز تراه، انت الجائزه لك والفوز يستاهلوا من قال نت. لا تقول قافي ولا فيه سجع. نعم هذا صحيح. هذا كلام مصفصف. اعد اعد. انت البشر، هذه بسيطه ذي. انت البشر، نبغاهم يحلونها. انت البشر، انت اللغز، انت اللغز، اسالك ركز تراه، انت الجائزه لك والفوز يستاهلوا من قال نت. من قال نت. نت نت وعليه بوكس. ها اللي هو باللبس موضوع آخر. لا لا جت هفوه بس بس المهم. هذا طيب، هذا ايش جايزته يا ابو فهد؟ عشان بوكس برنامج بوكس. يلا انت سمعتوا اللغز يعني. وعطونا الاجابه على سنابي عشان نسح. اللي يجيب الاول ياخذ، ما في سحب، اللي يجيب الاول ياخذ. طبعا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، وجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأمة مترابطة متكاتفة متعاونة في مجال الخير ومجال المحبة والرحمة والترابط، فهذا من كرم الله علينا. وأخواننا وأحبابنا الأيتام لهم حق علينا، والله رفع شأنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني في كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فلا نبخل على أنفسنا، نحن المحتاجين، ليس اليتيم المحتاج، بل أنا المحتاج أن أقف يوم القيامة تحت ظل صدقتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالله الله، أرقام الحسابات موجودة على الشاشة، فلا تنسون إخواننا الأيتام. أبو حاتم، كلمة بسيطة لأحبابنا الأيتام. والله أنا مترجمها بأبيات. يا سلام، أحلى شيء. اللي قال الملف الجلنبو، اللي قال التمساح، اللي قال اجابات كثيره والله جت. اللي هو انت البشر، انت لا على اللي قبل. ايه طيب، والتالي؟ التالي تونا ما بعد خلاص. ايه تفضل. لو كان تدفع ريال تكفلون اليتيم، لو كان تدفع ريال تكفلون اليتيم، من يكفله يدخل الجنة بجنب الرسول، من يكفله يدخل الجنة بجنب الرسول، تبرعك صوفيا بقالك رصيد مقيم، يوم القيامة يظلك في نهار يهول، يوم القيامة يظلك في نهار حذرة توخر وتندم يا الرفيق الحكيم، في جانب الحق يا رجال خليك عجول، في جانب الحق يا رجال خليك عجول، من قبل ياتي
عليك الموت وانت سقيم اليا دخلت القبر ما عاد فيها قبور اليا دخلت القبر ما عاد فيها قبور سلامتك الله يسلمك ابو عاشر صحيح ابغى اغطس بعي هذا بعد اللي هو الحنة تقريبا ساعة الآن لنا ناقلينه أبغى أغطس صابعي حلو احسب لي عشر دقائق عشر دقائق إيه؟ الحين 44 54 خاف إني غرقن طيب يا مخرجنا هنا اللغز الأخير يقولون الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي غيره هذا من الحلول لا ننتظر لا لا مو هو بالماء مو هو بالماء لا مو بالماء طيب طبعا ابو خالد مشاركه عن اليتيم ان شاء الله بس ما لعبت المقرفه طال عمرك عندي اضافتين بسيطه تفضل اول شيء كنا نتكلم طال عمرك على خالد السرور وعلى الاهل والاقارب الحقيقه أو بدايه السلام يا اخوان من السلام يعني الانسان اذا دخلت على ناس او شخص وسلمت دخلت عليه الطمانينه والسكينه خالد السرور على سر يعني في حاجة خاصة ضرورية للأقارب مثل الاجتماع آخر الأسبوع في كل شهر شهرين يجتمعون الأب الكبير وعياله وخواته خواتك في استراحة حقيقة أنا جربت أبو عبد العزيز والأخوان الأسبوع اللي فات اجتمعت أنا والوالد والأخوان والخوات والله ردة الفعل عندهم ما شاء الله خاصة للنساء يعني كبيرة كان احنا أعطناهم شيء مبسوطين وسرورين وعيالهم وبناتهم ما شاء الله في حاجه بسيطه يعني هذه انا جربتها واشوفها يعني ناس كثير فحقيقه التواصل والاجتماع الاسره مع بعض في كل فتره ضروري الحاجه الثانيه الاخ بيتكلم عن حنا انا وصيل حقيقه خواتنا المشاهدات يهتمون في بناتهم الصغار يحنونهم لان هذا تعودت على الحنا يا ابو هذه صغيره خلاص يصير عاده عندها وتسويها اذا خلتها انا اعرف والله حتى بنات من الكبار هذيهم كبروا ما يتحنون ما عاد يستسقون الحنه ما يتحنون صحيح. فعشان يستسقونه ويمشي معهم ابدي معهم من سنتين وشو علمي خلاص هي خلاص تتعود نصيحه جميله نعم صحيح. بالنسبه للطال عمرك كفاله اليتيم اولا الحديث مثل تفضلت كافل اليتيم ينجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوان نقول إخوان الأيتام وأبناء الأيتام أنتم الشعب كلهم أباكم وعلى رأسنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده وكل الشعب هم أباء لكم وأهلكم فهم سند لكم وأنتم سند لكم إن شاء الله أنتم تطلعون في المستقبل الرجال تخدمون هذا الوطن فالحقيقة نحث إخواننا المشاهدين وكل المبادرة بالإسهام في هذا الوقف والله احنا المحتاجين يعني والوقف يخلص يجب على الإنسان يبادر باللي يقدر عليه وسلامتكم بيض الله وجهك أبو عبد الله سم اليتيم هو طبعا ابننا وأخينا وصديقنا وكذا إلى آخره ف نحن ما نقول واجب ولكننا نحن مطالبون بالفزعة لهذا اليتيم والله يجعلنا وإياكم ما تجربون اليتم ولا أولادنا ولا أولاد أولادنا والمجال الآن أو المجالات الآن المتوفرة للفزعة لهؤلاء الأيتام متوفرة بيسر وسهولة ولا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى هل هو محتاج ولا مهم محتاج وإلى آخر ذلك كل هذا أنت يعني فيه ناس متحملين عنك هذا الكلام فضل الوقف وفضل الصدقة على اليتيم فضلها عظيم ما يكفي الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين يعني خلاص كهاتين في الجنة ومن هل تبحث عن الجنة يا أخي الكريم ثم أيضا هنا التبرع لهؤلاء الأيتام في الوقف هذا
تبرع سهل يعني، ما بدأ ما في إشكالية إنك تبرع ب20,000 ب50,000 أو ب5,000 أو حتى ب1,000، يعني ممكن الواحد يتبرع من الريال إلى ما لا نهاية. ولذا إن الإنسان مطالب بأن يأخذ معه زادا. الآن البقاء الواحد يسافر يطلع كشته يا أخوان، ما يقعد له حوالي 5 ساعات وهو يجهز الشاهي والقهوة، وعسى ما ننسى السبريت، وعسى ما ننسى البيز، وعسى ما ننسى الهيل مطحون ولا ما طحن ألخ. فكذلك أيضا إذا أنك الله يعيننا على حقنا وإن شاء الله وإياكم واجعل خاتمتنا وإياكم والمسلمين عامة خاتمة حسنة، يجب أن يكون معك شيء تتزود به في قبرك وفي آخرتك وفي وخير ما تتزود به هذا الوقف، لأنه يبقى معك وأنت حي وثم وأنت ميت. أيضا ربما والديك ذهب ولم يوقف شيئا لظروف ما، فرصتك العظيمة أن تبر بهما وهما في قبرهما وتتبرع عنهما بهذا الوقف حتى يحصل لهم الأجر وهم في قبرهم أيضا الآن يشتغل تشتغل لهم الحسنات. ثم بالإضافة طبعا إلى الدعاء لهما وإلى آخره، بقى موضوع آخر. احنا نشكر حكومة الرشيدة التي ضبطت مثل هذه المواضيع وجعلت لها أنظمة دقيقة تؤكد تمام التأكد أنها تصل إلى مستحقيها وتصل إلى من أرادوا أن يعملوا عملا لهؤلاء الأيتام الذين هم بحاجة لا شك لعمل بعض الأمور الحالية، ومن ثم بعض الأمور الأخرى كتأهيلهم للعمل فيما بعد. نفعنا الله وإياكم بما نقول، وجهزوا أنفسكم بسرعة، اللي ما تبرع الآن يمسك جوال، لا خلوا بعد الصلاة بس، أخاف الواحد الله يستر علينا وعليكم واحد يستغل الفرصة، لأن الفرصة ما تعوض، والإنسان ما يعرف مقامه في هذه الدنيا دقيقة أو دقيقتين أو ساعتين أو سنتين أو الله أعلم. يا سلام اللقاء. يا سلام أبو إبراهيم عن اليتيم. الله حاتم يقول تبرع وخلك عجول. أيوة. فأقول الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. قال العلماء هذا العرض فكيف بالطول، وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، منهم يا رب المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. بدأ بالإنفاق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، ولكن يضرنا دائما التسويف وطول الأمل، فالإنسان تقى يقول بكرة بعده يمكن ينتهي الوقف والإنسان ما تبرع، وله بهذا الأوقاف كثيرة. فمن ضمن هذا الوقف اللي حنا مطلعين عليه، والقناة ما تبث ولا تعلن عن وقف إلا مجاز من الدولة ومن الحكومة ومن وزارة الموارد البشرية للمشاريع الغير ربحية، فالأمور مقننة ومحكمة ودقيقة يعني، وهي فرصة يعني ما قل أو كثر، فالإنسان بنفس على نفسه بصيرة. ولا تحقر من المعروف شيء، والأيتام وهم يعني بشر مثلنا لكنهم فقدوا الراعي لهم أو الأب، فأنت تكون بداله. وربما أن اليتيم يصير مهندس أو طبيب أو دكتور أو رجل أمن أو كذا، حسناته باقية لك وأنت في قبرك. صحيح. الله يتقبل منا ومنكم. جزاك الله خير. يا سلام عليك أبو فهد، كلمة بسيطة لأخواننا الأيتام. بالنسبة أذكر واحد يقص علينا قصة، يقول أني كنت معتاد أمر معك الشارع بواحدة تاجر تبيع أظن شاهية وما أدري شوي مع طفلين، ومن كثر ما جيت عرفت أنه عند اللي عنده يتمه. يقول يوم وقفت مرة من المرات أبعطيه وأنا أعطي هذا وبحرك، وسبحان الله العظيم تجي سيارة من السيدة الثانية تقطع الرصيف وتنط للجنب الثاني. يقول لو أنا بس ماشي ما وقفت عندي أعطيه كان صارت بيض ضرب. سبحان الله العظيم وقاه الله. نعم. ومن حديث الرسول الصدقة تقي مصارع السوء. نعم. الله يستر عليكم اللغز. طيب هنا وقف اليتيم
الأول وفي حاجة مد العون من أخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أسهم بسيطة وسهلة، سهم الفرد ب300 ريال، سهم الوالدين ب600 ريال، سهم الأسرة ب900 ريال. تدفع هذا المبلغ ويكون بإذن الله سبب لنجاتك من عذاب ربك سبحانه وتعالى. لا تبخل على نفسك، الجمعية جمعية البر الخيرية بوادي عمود، وقف اليتيم الأول، وترخيص رقم 696، وكذلك التبرع إذا حاب من خلال المتجر عبر الكود من هناك، والمساهمة مفتوحة بأي مبلغ تريده، بأي مبلغ تريده مفتوحة. لكن أن تريد الشيء يستمر والأجر مستمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، وهذه من الأعمال الصدقات الجارية المستمرة حتى بعد مماتك وإلى قيام الساعة. بادروا يا أخواني قبل أن تغادروا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أموالكم، أولادكم، نياتكم، ما تملكون وما تريدون من الله سبحانه وتعالى، أن الله يعطيكم سؤلكم. كل نية تريدها من الله قبل أن تسأل الله في دعائك، قدم الصدقة لربك سبحانه وتعالى، واطلبه من واسع فضله سبحانه وتعالى، فعطائه وخزائنه ملأى لا تنفذ. إنما طريقة الوصول إلى هذه الخزائن من أبوابها أن تدفع الصدقة حتى تطفي غضب الرب، حتى يرضى عنك الرب سبحانه وتعالى ويعطيك ما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وصراحة عندنا الأسر المنتجة، أحد الأسر المنتجة ندعمها بالإعلان، وهي كذلك تساهم من أهم الأشياء اللي قدمتها، جزاها الله خير، أختنا أم مطلق في قهوة الأولين، عندها مستقطعة 5% من مبيعاتها في دعم وقف اليتيم الأول، وكل فترة ترسل لنا الإيصال لدعم الوقف. الآن أرقام أختنا أم مطلق صاحبة قهوة الأولين، نحن في قناة الواقع ندعم الأسر المنتجة ونعلن لهم، وهذه أخذت الإعلان وكسبت الحسنوين في دعمها للأيتام من خلال مبيعاتها. فأنت تبغى تقند راسك وتبغى تتقهوى وتبغى توسع صدرك، اشر هالقهوة وعندك الأرقام موجودة، ادعموها جزاكم الله خير. تشتري قهوة وتروح دراهم من المشتريات 5% تروح صوب وقف اليتيم الأول، نسأل الله يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. أبو حاتم، حنا أبو ترانا كملنا. ها لا توك اصبر شوي. لا اصبعي كملنا المدة اليوم، مدري شيني على أبو فهد زين عشان الدقائق، زود 3 دقائق. الله لا يهينك المناديل. سب هو الحنة المفروض ينقع لمدة ما في أقل من 4 ساعات، ها وحنا نقعناه الحين ما كملنا ساعة تقريبا. يا سلام، وحطيته 10 دقائق أو كم، 13 دقيقة؟ نعم 13 دقيقة. تبي تحوسنا أنت بهالحنة يا أبو فهد؟ هي أول مرة أحوس. الكلوز يا المخرج الحبيب، بسم الله. أنت اشتغل، ما عليك المخرج. لا أبي حتى وأنا يلقطك يعني عشان قبل نحط بنزين ولا شيء. شايف طال عمرك؟ ما شاء الله. هذه اي كأنك حط زعفران. كأني محط. طبعا هذا الحنة بعد شوي تقلب تزود. اي كل ما له يتفاعل مع حرارة الجسم. والمفروض انها تقعد في اليد كم يا ابو فهد عشان تأثر في اللون؟ 2 ساعة 3 ساعات عشان تصبغ اقوى. 3 ساعات. والشعر المفروض انه ما يقل عن 6 ساعات. الشعر طيب الشعر حتى يستفيد. اي ولازم ينقع. معناته تحطه بالليل وتنام. لا ما ينام بو. لا تنام شيء الا كالناشف. ها؟ لا صار ناشف ممكن تنام فيه. أيوة. لكن الرطب ما تنام. اي مثلا تحطه هم تنام. لا ما يصلح. لا لانك حطيته الصبح ونشف. هو رطب مشكله. هو رطب ما يصلح، ما زين شيء. تبدا تفرك على هالمخده طال عمرك وتحس الدنيا وتحس شعرك وتحس. هذا تقول اللي هذا الكاميرا يتمر 10 دقائق. يا سلام 13 دقيقه ابو. نعم. اي نعم. اللغز اخباره؟ اللغز في من جاوب بالكرم.
أيوة. في من قال الاستشوار. أيوة. في من قال أنا فهو الإنسان. صح. الإنسان هو. صح. ها؟ صح. لأنه قال هو. واضح هو اللغز حال الروح. هجر الإنسان. الله يشرح صدرك. عبد العزيز ما تسمع يقول هو هو. هو أنت. هو. إيه الإنسان. من اللي جاب الإنسان الحين خلني دوره. الذي فتحت قاعد افتح الاجابات خلوا ارسل لك مره ثانيه ارسل مره ثانيه اللي قلت الانسان ارسل واحد ثاني لاني ما كبشرت انا قاعد افتح الاجابات يعني لاحظ اللغز خلع حال الروح انت البشر انت اللغز انت اسالك ركز تراه انت ما تبي شيء ذي تبي طال عمرك ها ما فتحت المجلة ما تبي مطوع بس نعتبر فائزين ترانا والله انتم طال عمرك لو ما حليتوا فائزين طيب انا بحصل اللي اجاب السؤال يا رب يا رب هذا هو يا رب فايزين خلاص الحمد لله في من قال مكينة الخياطة في ظرف المقص كان يصح الاجابات كثيرة بس ابو حاتم يبي شوي نعلن عنه شوي نعلن عنه كم بقى على ابو حاتم يبي هدايا ابو حاتم مشاركة باقي ربع ساعة تقريبا هذا واحد من الشباب يقول يا ابو حاتم فيهم لاحظة تكفى ابي لي بيتين وثلاثة قلت يكفن البيتين والثلاثة قال يكفن لاني داري انك بتوصل الرسالة من خلال الثلاثة ابيات قلت وش هي قال لي عزمك رفيقك وانت خابر ان الرجال ظروفه صعبة فلا تقول له تم طوالي تخليه يعني يروح يذبح لك ويتخسر عابد احلف عليه وقل من ميسور البيت قلت والله ان هذا هو الصح اي والله العظيم هو الصح دائما وابدا والله والله هو الصح دائما وابدا يا عزمت الرفيج اللي يسمى رفيج يا اخوك لا تحرجه وانت تعرف الظروف يا اخوك لا تحرجه وانت تعرف الظروف وش تسوي قل له من البيت واحلف قبل تنهى الطريق ترى اغلب الناس ما يملك لقيمة خروف ترى اغلب الناس ما يملك لقيمة خروف الا ابو حاتم الا اذا شابك مليان ومثله يطيق عسى هدايم على القوة ويند الكفوف عسى هدايم على القوة ويند الكفوف لأنه ما هو راح بيشتريها يا ابو عبد الله يبي ياخذها من ياخذ من الشبكة هم إذا والله ما عنده لا يا ولد والله أنا رحت أنا ورفيجي الشاعر المعروف سعيد بن فالح المهداني قبل مدة الأسبوع اللي فات والله رحنا لهذا رحنا لجهة القاعية وجهة الأرطاوية فكلمنا واحد إني قال لها عايض الزيداني أبو فيصل قحطاني طبعا وحاولنا فيه قال أصله موجودة مربوط بلياكم ومذبوحة بلياكم يعني تحلفون ولا ما تحلفون معترضة قلنا ساق قوي أنا تد صار معي قصة الكلام ذا قبل طال عمرك 30 سنة أسلم قبل الجوالات والبطاقة الصراف ولا أي. في مجال أقول يا أبو عبد العزيز أين دخلت لمكتب رجال وله موقف سيارته عند المكتب ومشغل المكيف ومحمل خضرة بيسافر اي بيروح اظن بيمشي من القصيم للرياض اسلم ادخل لم رجال عزيز عليه شرواكم شرواك اطيب وما اجي وادخل لم ويوم دخلت يقوم يبسلم قلت لا الساعه قبل اذان الظهر بشوي او مع اذان الظهر ها قال لي قلفة براه قلت بشرط تغدى عندي قلت هم رجال له مقامه ورجال لازم اكرمه السلام ولا ما معي ولا 20 ريال
ولا في احد تستفزعه وتقول له جب ولا صرافه حول ولا لا اله الا الله. امر اجي واروح لسوق الغنم اسلم. قوم جيت لهم كلهم دخلين بشبوك غنمهم خلاص يعني الا واحد من احد الدول العربيه يتح له غنم يدخلهن الشبك. اي امر اجي وتعين الهارفي اللي ها. ما شاء الله. قلت له بكم ذا؟ أظنه قال لي بخمسمية أو ستمية. إيه. قلت حمله بالسيارة. حلو. إيه. يوم حمله بالسيارة قلت ربطه زين وربطه زين. ناوي. إيه ومعشكة وجاهز. وانطلق. الله خطير أبو فهد. إيه والله. اسلم. السوق الشبك ما أدري وين البواب أبو شبك طايح وما أدخل بينه. وبين العمود لو انا ماسكن الشبك سيارات من اول تعرف صدامه يجر إيه؟ الشيول كان شايل الشبك كله ها. واروح الى رفيج اللي راعي مطبخ تو فاتح مطبخه. حلو. قلت فلان تكفى فزعه ترى يسارق لي خروف من الجيب يحسب انا امزح امزح معه دائما وترى ما معي قروش. قال ابشر متى تبيه؟ قلت ابيه الساعه الفلانيه يجي لامي. حلو. فعلا ذبحه وجهزه يوم صار الساعة الفلانية وجيبه. إلا هو جايبه. إلا جايبه. بعد 15 يوم جاب الله رزق ومر يجي يروح للسوق. حلو. أدور. هالرجال رعى الغنم هالعربي يعرفن ويقول وينقز ويبي يمسكن ويجي ويجي يصوت الأخويا. لا. أو لا. رعى الغنم. يا عبيد يا عبيد يا عبيد. ومر يجي أكل الرجال. ها. ويمسكن ويقولن قلت فخر ياك. قال يا حرامي مبلغين عنك. قلت شفت حرامي يجي يرجع السرقة ولا بيسدد أنا ظروفي خلى أقول أهلك وما أجي وأقول له ظروفي كذا رجال ضيف جاني ضيف عندي وغالي علي وبكرمه وصارت بكنت. حلو. وهذا يجينا بعطيك بدل 600 خذلف هم إني قضيت حاجتي. قال عدى السالفه قلت اللي سمعت. قال والله ما اخذ الريال. الله اكبر يا ابن حلال. وقد اتهاوش انا وياه وبقيت السالفه والله ما نسمع الا مع شيبان. يا مسلم خذ حقك. المهم ويا جدع اظن جدع 200 ريال. ها قلت هذه ميه عن روعتها الراعي وما ادري وش. يا سلام. صراحه هذه فعلا قصص قديمه كنا نسمعها واليوم نراها ونشاهدها مع الغضيه. لا انا كل يوم اكتشف في ابو فهد سر وقصه ما شاء الله وعجبه. ويا اخي شايب انا يا ابو عبد العزيز 64 سنه عبد العزيز بس ما شاء الله لا شوف شعرك صاف كله ما شاء الله كل علومه تخصص بالشعر. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عبد العزيز ما شاء الله حبنا مازح ابو فهد اسلم. هذول اثنين اي عزابيه ساكنين في النعيريه جنود توم جنود يعني اسلم والكلام هذا الفرق عيو سبعة اسلم ابد مثل حاله اخونا ابو فهد. ايه والله ويجيك ذاك الضيف شيخ قبيله ويجي عند ابن عم له ويكرمه وهذا ولا اثنين عزوبيه يجون تعشون لا غدا اي غدا ويوم تغدوا ويعزمون الضيف ذا. قال ابد انا ماشي يا ولد عشاء ماشي ما كلموا. يجي واحد منهم قال الان عشان بتجمل عازمين هالرجال ورافض عاد هم تاكيه ابو فلان العشاء عندي الليله. قال الله يقويك. قال الله لا يقويك. طبعا اطلعت عفويا يقول انا وغرفيجي ما معنا كل واحد الا 100 ريال وساكنين الغرفه وحاله الحاله وقايل له لا تعزم يا ادمي لا تعزم. قال لا انا خلاص عزموا رجال وأكيد بس أنا بسويها جمالة يعني ويوم قال الله يجي قال الله لا يقويك. هنا اللي فازت وصار باقي ها أسلم راحوا لعزبهم قالوا خل فلان تطبخ العشاء. قال أنتم جبوا ذبيحتكم وزهلوا القهوة والعشاء وكل شيء. يقول وأنا أروح لأشوك حق الأغنام في النعيرية يقول لهاك السوداني يقول أطرف واحد يقول معي كابرس 84. قال كم الرخل عليه؟ قال على كذا. قال حطه في الشنطة يقول وأنا أركب وين في الغمارة ومشغلة
والقير في جاهز ها. هذا انا بس يقول فهد ابو فهد يقول يوم طبق الشنطه يقول حط رجلي قال ولا عاد عرف ياخذ رقم اللوحه ولا شيء يقول يوم جرات يقول والله وين اجي المهم يقول عاد ما زنط هذا ما زنط جاو جاو علمه قال انا والله سالفتي كيت وكيت وكيت ولا كان معي فلوس طلع واحد من ربعنا الشمامره قال بالله يا سالك انك صادق قالها والله ما اخذ القيمه ومتى ما صار عندك ضيوف يا عتيبي تعال اخذ ما شاء الله وجهه اجل بيعزم كل شوي طبعا هنا اجابه الاخت كانت الاخت ريم وارسلت رقمها ومن الدوادمي مبروك عليك الجائزة عطوها دبل دام منها من الدوادمي لا جائزة دبل وسط ابو عاتم بس ما هي بعتيبيه يا ابو خلاص ابو كاد من الدوادمي بس نعم الدوادمي غير الله يسعدكم لاجل عين تكرم مدينك ويبارك فيكم ما بقى الا وقت قصير جدا على الاذان خلاص اللهم صل وسلم اللهم صل لبيك كم الى سمحت لي طراه بنصلي ونمشي طراه شيء يقول شيء شيء يذكر اسلم يا ابو خالد سالفه ابو ما يكون سارق لك شيء انت بعد الا سارق طلعت الخلاص اليوم مصارحات اليوم اعتراف اليوم يمكن قد جبتها يمكن ابو عبد الله ولد عمنا طال عمرك الكلام ده في التسعينات الهجري نوطي خاف المشاهدين يصدقونهم كل شوي رايحين انا اسمع المهم في مكة يروحون سواقين يسجلون في الشركة حقت النقل كانوا يسمون الشركة العربية يقول تعال بكرة بعد المساكين تعرف قد حالهم غلقت قراشاتهم هو خوي له خويه أظن من بحره بحره قريب بين جدة مكة قال يا فلان شرك احنا غلقنا ما معنا شيء قال تدري أنا راح تدري العنزية من واحد يبيع غنم من جماعتنا في بحره وببيعها بدينا طبعا من السنه نقدر نزومنا يقول راح يقول لهم لين جلس ما تعشيت ولا افطرت ولا تغديت واليوم الثاني يقول لهم جاء العصر لا والله يا اخي ليومين ما اكلت شيء الجوع يقول رحت احد اتسلم احد ما في شيء يقول تدري بروح لسوق الحلقه يسمونه حلقه سوق الخضار اباخذ من الخضار المرميه كوسه ولا جزر ولا شيء حصلتها باكله لقيت الشمس بطيب يقول مع غروب الشمس يقول قلت يا ولد ارجع للمنطول ومرض عليه هذا وانا رجال وما عارف محسوب ايش يقول والله ذاك الرجال المليان يقول عنده صناديق خضار ويقول معه كمر يقول عنده فلوس كبيره عشرات في عهد ابن الفيصل الله يرحمه يقول طال عمرك انا ارفع ثوبي واحط نعالي داخل وتحزم غترتي يقول يجيك مثل الصرخ يقول وقت العشره من فمه يقول هناك مثل المسيح مثل الجدار ذاك يسمونه الزقاق يقول التفت عليه يقول عاين فيني عاين يقول وراح يقول فيه عاد ابو ابراهيم كان فيه ما فيه ذيك الايام شقق فروشه ولا فيه مطاعم ولا فيه كراسي يسمونها المركاز ويجيب لك طال عمرك قهوه ولا شاهي ولا ويمسون يتعشون ياكلون يقول صار معي 10 ريال يقول اطلب لي عشاء واخذ الكرسي واخذ كرسي اخوي وننام يقول لما اصبحنا لو اخوي جاي قال والله اخذت معزه دينه وبعت ب 400 هذه 200 لي 200 قلت بيض الله وجهك بس في الفخ اكبر من العصفور كيف؟ قال كذا قال يا اخي حرام عليك الرجال كيف نسوي ولا بيذبح ولا يضرب يشتكي قلت تابد بنروح بحل الموضوع على ما لو سوى اللي فيني لا تجيني يقول لهم طال عمرك يوم افطرنا خلصنا يقول لي لي ما نير على القهوه قلت له لو سمحت فك لي 100 عشرات يقول اخذ العشرات وحطها معي يقول ايش يقول لي لا والله هذا اللي جالس على الحلقه خضار يقولون طلع عشرتين ابو عبد الله حط مع العشره عشره السلام عليكم يا عم قال عليكم صبحك بالخير قال صبحك بالخير طال عمرك ياك حرامي من البارح المغرب وخذ منك فلوس قال لي والله يا ولدي معذر هو انت قلت لا والله انا بس انا اشوف المنظر وانا اعرف اضرب الرجال واجبر ولذلك انا جبت لك عشره ومعها عشره وابيك تبيع انا قال مو بنت قلت له قال يقول اخذ منك قال الله يبيع منك ومنه
حالة الموضوع. اي والله حالة الموضوع. في الجوع يا ابو خلي الانسان يعمل. ارفع الاذان ابو ابراهيم. سم. ولا ابو حاتم؟ تأذن ابو حاتم ما دامك سخط العقال. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ارب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا ونسيته بعض الناس أبو عبد العزيز يقول الله أكبر وهذا غلط الله أكبر أشهد أن محمدا وهي محمد أشهد أن محمد رسول الله ما شاء الله تنبيهات إيه؟ جميلة يا أبو حاتم إيه؟ ولكن قول الله أكبر يقول شف فصل بينها بالواو الله أكبر غلط يعني حالات الله يجزاك خير هنا صراحة رسائل كثيرة جتني ترحب بكم الله الله يسلم شخصا شخص ويثنون على حضوركم ومن لم يشكر يعني هذا التواجد الجميل يعني تفريغكم لأوقاتكم نشكركم صراحة أنه هنا من الرسائل الجميلة حلو الأخت فوز القحطاني تقول تقف حروفي حائرة أمام ما فعلتموه ما فعلتوه وتفعلونه لأجل الواقع فكل الحروف لا تكفي شكرا لكم من كل قلبي قناة الواقع على برنامجكم الناجح أم سعيد يشهد الله أنا وزوجي وعيالي من المتابعين لكم وأتمنى لكم التوفيق ونحن نبادلها الشكر والعرفان ونقول شكرا من القلب أنت وزوجك وأبنائك وبناتك على متابعتنا من خلال قناة الواقع والله يوفق الجميع المحب وارضى طيب احنا وصلنا للأخير قبل لا نروح نصلي كلمة في الختام يا أبو حاتم والله يعجز اللسان أن أعبر بما في خاطري لا تقلد تجاه أم سعيد تعجز الحروف وتعجز اللسان لا هي لها السبق الأول يا سلام أسلم يا أنا أشكرك أولا بعد شكري لله سبحانه وتعالى والشكر موصول لزملائنا الأفاضل لوجودهم كذلك الشكر لصديق العملاق أبو فهد صالح رضية لقدومه لنا من القصيم فبيض الله وجهه على تجشم السفر وعناء السفر وحضوره لهذه أو لهذا البرنامج المبارك ونقول الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى وقال صلى الله عليه وسلم من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب
قال صلى الله عليه وسلم حينما أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فاستمر على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الجوالات هذه أشغلتنا وابعدتنا عن قراءة القرآن وعن الذكر. الله يوفق الجميع لما يحب لما يحب ويرضى ويختمنا أو يحسن خاتمتنا. بيض الله وجهك أبو حاتم. أبو إبراهيم، أول شيء والله نشكركم كلكم أبو عبد العزيز خاصة على استضافتنا وعلى تقديم البرنامج، وحنا ما يحتاج قديمك نديمك. الله يسعدك. الله يسعدك. نشكر جميع الحاضرين، ونشكر أبو فهد من زمان والله ما جانا، ونشكره ما شاء الله على ما فاد المشاهدين وفادنا، والله يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. نشكركم جميعا ونسعد بكم إن شاء الله بكرة في مثل الوقت أبو عبد العزيز، ولا لا؟ بإذن الله بمثل الوقت إن شاء الله، وأبشروا بما يسركم، وإن شاء الله تكون مبسوطين وراضين عنا. بيض الله وجهك. أبو فهد، في فائدة أخيرة وكلمة أخيرة قبل لا نروح نصلي؟ لا أظنكم تروز أنا نزل سكري. لا إله إلا الله. شوفنا أكلت تمر. أشوفك قمت دلت بنها التمر جعل بالعافية. أشوفك الحين أبو حاتم. أبو حاتم طيب ما الحين عمرك كله في علاج الشعر، ما لقيت لنا علاج للسكر؟ كل شيء سويته علاج السكر. طبعا أنا أزيل روحي مو بلي، لأنه يحمل ادعاء طبي وخطير أنك تعطي الناس أو تقول لهم عن تركيبات هذه خاصة بي أنا. ها. سويت كذا تركيبة وأظني قلتها قبل مدة، وتركيبة مرة نمت يومين. أفا. يومين يسويها. إي والله. واحدة فقدت الشم. ولذلك السكر سبحان الله العظيم. الصلاة هناك. لا خلاص. إيه. لا يقول فك ولا. أبو حاتم صلب له هناك. خلاص. أصلبكم علي صبا يعني. أصلبكم. السكر. أسلم. أسلم. ثلاث انواع، احد يشوي سبحان الله العظيم من يستخدم عشبه ولا يشوي وش يشوي يشوي يشفى انا فاهم جعلني يشفى ومحطنا القسمان وش يشوي ابو حاتم طال عمرك خلى ابو حاتم تراول ابو حاتم المسكين لا لي من يستاهل يستاهل ست حلقاته اسلم اسلم عشان بنروح نصلي بروح اتوضا احنا على الهواء اي نعم على الهواء يشفى طيب كمل معلومتك ابو فهد ولا قطعا عشان انا الحق اي بالنسبه للسكر اي نعم في احد سبحان الله العظيم يستخدم اي عشب تذكر له حتى اللي يستخدمه القرنفل العويدي وما شو وفي احد يكون عنده زياده وزن واحد مستعصي مثلي انا ما خليت له شيء سبحان الله هذا شكله الله أعلم أسأل الله أن يشفيك ونعم جني صحيح داخل من بك جني يمكن إيه والله يلعب بإعدادات السكر إيه والله يلعب يلعب وشف سبحان الله العظيم طيب يا مشاهدينا وجمهورنا ادعوا معي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أبو فهد وأن يعافيك وأن يجمع لك ما بين الأجر والعافية وأن يجعل ما أصابك تكفير جزاك الله وكل مسلم ومسلمة وكل من يشاهدنا ومن يتابعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يشفينا وأن يكفينا شر أنفسنا وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لكل ما يحب ويرضى في خاطر الكلمة أي لحظة سبحان الله العظيم الحين اللي عندهم الله يعيدنا وإياكم أنا أحتاج إلى الدورة أبو عبد الله عندك الختام وبعدها نمشي المسجد اللي عندهم سرطان ختموا نمشي المسجد يلا اللي عندهم سرطان سبحان الله العظيم لا طلع برا الوطن العربي عموما والسعودية خصوصا سبحان الله العظيم تنتكس حالته تنتكس حالته اي لانه يروح عن الذكر وعن الاذان وعن الاذى سبحان الله العظيم ملاحظ لانه مالي انا بذكر الله تطمئن القلوب صحيح والذكر شفاء لكن نختتم الداء عندكم يا جماعة انا قلت لكم ان الزيت اللي هو زيت جوفارد الذهبي وهذا بإذن الله تعالى طبعا كلها طبيعية مدرجة بهيئة الغذاء والدواء إيه للشعر الخشن والناشف والنافش والكيرلي والصلع والفراغات ويفرد الشعر اللي هو الفرد الطبيعي وطبيعي ومدرج بهيئة الغذاء والدواء كذلك زيت جوفارد الذهبي زيت جوفارد الذهبي يسرح ويستشور وللتساقط والتقصف وعناية كاملة حقيقة بالشعر وللطفل سريع المفعول وطبيعي ومدرج بهيئة الغذاء والدواء ويقضي على القشرة عندنا اللي هو برنامج مسار العناية بالشعر
اللي قبل شوي اللي مدته 21 يوم، الأسبوع الأول حنة يوم بعد يوم، الأسبوع الثاني زيت يوم بعد يوم، الأسبوع الثالث ستة أنواع من الأعشاب مخلوطة مع بعض ننقعها 24 ساعة ونبخل، اللي ورق الآس، ورق الزيتون، كليل الجبل، بذور الشمر، الخزامة، المورينجا. واللي يبي يطبق البرنامج ويبي يجيبه من السوق أنا ما عندي مانع، يتابع معي على الواتس وأعطيها المكونات وأتابع معه. لكن نحذر يا جماعة، ترى السوق الآن انتلى الغث إلا ما رحم ربي، الغش كثير. الحنة يحطون معه رمل، ويحطون معه اسمنت، والزيوت كذلك، والأعشاب لازم تكون أعشاب نقية ومختارة، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. وما زلنا على الهواء. ايه ما زلنا. ايه قضيت؟ جزاك الله خير. ايه سامع. انا بختم. طيب قضيت خلاص؟ يلا ابتعد عن الناقلة 70 قدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عدنا إليكم وقد بدأنا معكم بعد صلاة الظهر مباشرة، وها نحن ننتهي من هذه الحلقة المؤقتة، حيث الشباب سافروا إلى سلطنة عمان ولمدة 3 أيام. سنبقى معكم اليوم، طبعا انتهينا، وغدا وبعد غد إن شاء الله ابقوا معنا دائما وابدا. شكرا لإصغائكم، وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لمشاهدتكم، ولا تنسونا من الدعاء أولا ومن آرائكم واقتراحاتكم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.